السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المشاهدين والمتابعين، ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. معانا درس جديد وفكرة ذكورية جديدة. زي ما حضراتكم شايفين هنشرح طريقة عمل الاستنبط. تابعوا معانا. زي ما حضراتكم شايفين قلنا هنجيب ورقة زي ما حضراتكم شايفين 30 سنتي في 30 سنتي، الطول ده 30 سنتي والعرض 30 سنتي زي ما حضراتكم شايفين. المسافة دي كلها كام؟ 20 سنتي، وهنا 20 سنتي، وهنا 20 سنتي، وهنا 20 سنتي. الأول هنعمل مربع 20 سنتي في 20 سنتي في 20 سنتي زي ما حضراتكم شايفين. المسافة اللي انتوا شايفينها دي 20 سنتي، وحركة زي ما حضراتكم شايفين، وهنا 20 سنتي، ونبدأ نوصل زي ما حضراتكم شايفين كده. تمام. المربع اللي في النص ده زي ما حضراتكم شايفين هنا 10 سنتي، وهنا 10 سنتي، وهنا 10 سنتي زي ما حضراتكم شايفين. اصبح عندي هنا كام؟ 15، وهنا 15، وهنا 15. قصيتها وفرحتها زي ما حضراتكم شايفين بهذا الشكل دوت زي ما حضراتكم شايفين. زي ما حضراتكم شايفين انا مركب من الاسطمبه، ادي واحد بيجيب واحده اهي زي ما حضراتكم شايفين، واحده قصاد واحده زي ما حضراتكم شايفين كده، واحده قصاد واحده، ونبدا نحدد ونعمل ونوصل زي ما حضراتكم شايفين. ونيجي الناحية التانية، واحدة قصاد واحدة. نيجي الناحية التانية زي ما حضراتكم شايفين، رقم اتنين مركمة، رقم اتنين. والناحية التانية نفس النظام زي ما حضراتكم شايفين كده. ونبدأ نوصل. تابعوا معانا طريقة التنفيذ خطوة بخطوة.
شايفين ده الشكل النهائي ديكور 3 دي ثلاثي الابعاد. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير واشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في درس جديد ان شاء الله.